كل اللي نال الخلاص وبيشهد لكل الناس بالمسيح وبصليبه وقيامته هما الأساس. عايش بيشهد بالإنجيل حق ونور وسراج ودليل ارشد من روح الله. ما في احلى من دي حياة. ماشي يزرع بالدموع وينادي بخلاص يسوع. بالفرح يحصد ثمار واخد قرار من غير رجوع. عايش بيشهد بالإنجيل وسراج ودليل وبإرشاد من روح الله. ما في أحلى من دي حياة. الكارث. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك الكارث. الكارث اللي هو كل شخص صار ليه علاقة مع المسيح تمتع بأحلى عطية غفران الخطايا لما جه وآمن أن المسيح مات لأجله وقام وسلم حياته للمسيح وفهم عمل المسيح الكفاري على الصليب وتاب وقال له رب أنا بقبلك في حياتي. في الحال بيسكن فيه الروح القدس وفي الحال بيبدأ يكرز للآخرين ويصير كارث. فالكارث ليس فقط هو الكارث اللي بتسمعه في الكنيسة على المنبر، لكن أي شابة صغيرة أي شاب صغير. شرفني الرب وأنا كنت في أولى ثانوي لما تقابلت مع المسيح وحسيت أنه غفر خطاياي. بديت أكلم صحابي في المدرسة وبديت أتكلم مع الناس وكنت خجول، لكن صرت بكرز صرت بشهد. وانت كمان وانت صح معلوماتك فكرة أنه الكارز هو بس الأسيس أو الخادم، لا، كلنا مدعوين أن نتكاثر بالكرازة، أي كل واحد يجيب شخص للمسيح ويكون مثمر بكده. بنتكلم عن لماذا اكرز، وذكرنا ان في 8 اسباب اساسيه: سبب جوايا، سبب برايا، سبب فوقيه، سبب تحتيه، سبب حواليا، سبب قدامي، سبب خلفي، ثم سبب ابدي اللي هو بعدي. سبب الداخلي ان انا امنت وحبيت المسيح وحبيت الناس فبدأت اكرز امنت لذلك اتكلم. سبب الخارجي ان الناس بتصرخ اعبر الينا وعنا، ناس محطمة، ناس قلوبها قاسية، المسيح ملوش بديل، هو الحياة هو الطريق. وده السبب الخارجي اللي اتكلمنا عنه، احتياج النفوس في العالم اللي بتحتاج قطرة ماء، وانت وانتي من حقك تجري من بطنك انهار ماء حي. السبب الثالث اللي انا بشاركك فيه النهاردة هو سبب فوقي، واقصد بيه ان الله أمر أن نكرز. هو أمر الناس بالتوبة، الآية الشهيرة في سفر الأعمال أصحاح 17 وعدد 31، زي ما أغلبنا عارفين الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، فأمر الناس بالتوبة، لكن أمر المؤمنين كلهم زي ما أمر الراجل اللي كان مجنون قال له اذهب، أمر اذهب إلى أهلك وإلى بيتك وخبر بكم صنع الرب فيك يا برحمة. وفي هذه الحلقة بقول سبب فوقي إن الله دعاك. ومرة تاني بذكر حضراتكم إن في ناس كتيرة قابلتها قلت له أنت مؤمن حقيقي؟ قابلت المسيح؟ يقول لي آه. طب هل بتبشر أهلك إخواتك إن كنت عراقي ولا سوري ولا مصري ولا في أمريكا ولا؟ فبيقول لي لا. فبقول له ليه؟ من ضمن الأسباب اللي سمعتها بيقول لي ياس منتظر ربنا يدعيني. النهاردة بقول لك السبب فوقي ان الله دعا الكل، دعا كل مسيح حقيقي انه يكرز. وزي ما ذكرت في حلقه سابقه وبقول مرات في الوعظ، الناس بيضايق لهم انه يكون بيصلي في البيت كده ويظهر نور ويجي صوت يقول له زكريا نعم يا رب روح بشر عني ابن خالتك. مش هيحصل. ليه مش هيحصل يا عم؟ انت تقول لي بلاش فقر، ما ان شاء الله يحصل. هو حر، ربنا يظهر ذاته ليك وتشوف رؤيه، دي قصه تاني. لكن هو قال فين بقى؟ ده السبب فوقي. قال في اماكن كثيره. في الاربع اناجيل نهايتهم
أمر بأن كل مسيح يكرز، يكرز في كل أوان وفي كل زمان، والكرازة لن تنتهي إلا بمجيء ربنا يسوع المسيح ونهاية العالم. صدقني، وأي تعليم غير كده هرتقى. فالكرازة والتبشير أمر مرتبط، طالما النفوس لم تتقابل مع المسيح والمسيح لسه ما جاش يبقى الكرازة موجودة. قال فين؟ بقول لك في نهاية الأربع أناجيل. مثلا في نهاية متى الوصية العظمى، طبعا تقدم يسوع وكلمه قائلا دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وأنا معكم كل أيام إلى انقضاء الدهر. بناخد الآية الجزء الأخير، أنا معكم، ونفرح بها وننسى أن أساسا لما نروح نكرس هنتمتع بها أكتر استمتاع. ثم نهاية مرقس، مرقس 16:15-16، اذهبوا للعالم أجمع كرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدم. بذكرك حلقتنا النهاردة لماذا أكرس، سبب فوقي، إن الله أمر، أمر في نهاية متى، أمر في نهاية مرقس، أمر في نهاية لوقا، قال لهم كده، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. لوقا 14:47-48. نهاية يوحنا قال لهم يسوع أنا أيضا، قال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلتكم أنا. فالأربع أناجيل بينتهوا بهذا الأمر وبهذه الوصية الإلهية. لماذا أكرز؟ لأن الله قال لكل مسيح هيكرز، بشر، خبر عني في كل مرة. إمتى؟ في وقت مناسب وغير مناسب، حتى وانت تعبان دايما كن مستعد دائما لمجاوبة كل من يسألك عن سبب الرجاء. هتقول لي أعمل إيه؟ ابدأ أتكلم، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم عن طرق الكرازة. طبعا المادة واحدة لكن هناك طرق مختلفة للكرازة. كمان في سفر الأعمال قبل ما يصعد السماء، يعني نهاية الأربع أناجيل، ثم في سفر الأعمال ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة والأقصى الأرض. وده اللي قاله رسول بطرس في أعمال 10 عن هذا الأمر، أوصانا أوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. أوصاهم وأوصانا في الأناجيل. وطبعا تيجي في رسالة روميا الآية اللي اتكلمنا فيها كتير، اللي فيها أربع أسئلة، اللي بتقول كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، كيف يسمعون بلا كارث، كيف يكرزون إن لم يرسلوا، ما أجمل أقدام المبشرين في السلام. فمش بس أوصاهم كرسل، لا يقول لك دي حاجة تخص الرسل، لا، رسالة روميا مبعوثة لكل العالم ولكل المؤمنين عبر العصور. وبولس قال إن كنت أبشر فلي فخر، إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر، فإن كنت أفعل هذا طبعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكلام. كنت أبشر فليس لي فخر، آسف، يعني ده شيء مفروض مني، الضرورة موضوع علي، إن كنت أبشر وأفعل هذا طبعا هتكافئ، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنتك على وكالة. وفي كرونس الثانية 5:19، نسع كسفراء عن المسيح. الله أمر، الله قال إنك سفير، الله قال لك اذهب إلى أهلك وإلى بيتك. وعلى فكرة من غير ما يقول ده، في سبب داخلي قلت إن السامرية ما قالهاش المسيح سيب الجرة، لكن شيء تلقائي تركت المرأة جرتها وراحت تكرس. فكم وكم وأنت علمت إن الله يأمر، لماذا أكرس؟ سبب فوي، إن الله بيقول لك روح أعمل حاجة، اعمل حاجة، كلم بالتليفون دلوقتي قريبك، كلمه على المسيح، ما تخجلش، لست أستحي بإنجيل المسيح إذا هو قوة الله للخلاص، ابعت رسالة على الماسنجر، اعمل حاجة، اكرز، اكرز بالكلمة، أوقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك الكارز. كل اللي نال الخلاص وبيشهد لكل الناس بالمسيح وبصليبه وقيامته هما الأساس، عايش بيشهد بالإنجيل حق ونور وسراج ودليل وبإرشاد
ارشد من روح الله. ما في احلى من دي حياة ماشي يزرع بالدموع وينادي بخلاص يسوع، بالفرح يحصد ثمار واخد قرار من غير رجوع، عايش بيشهد بالإنجيل حق ونور وسرك ودليل، وبإرشاد من روح الله ما في أحلى من